السلام عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج أحلى الكلام. في البداية أحب أهني الأمة الإسلامية في كل مكان بحلول العام الهجري عام 1441، كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلام. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، أكثر من 3 مليون أسرة في مصر مشغولة حاليا بقضية واحدة، هو نظام الإيجار القديم وتعديل القانون الخاص به. نصفهم ملاك عقارات والنصف الآخر مستأجرين، والعلاقة بين المالك والمستأجر يسودها التوتر وحالة من عدم الرضا قد تصل في بعض الأحيان إلى المشاجرات. وبعد تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أصبح هناك أمل لدى الملاك في استعادة الوحدات السكنية التي أجروها طبقا للقانون القديم، ومن ناحية أخرى أثارت المخاوف وقلق لدى المستأجرين بشكل كبير. وبناء على طلبات حضراتكم هنفتح النهاردة هذا الملف الشائك، وهنعرض أبرز المشكلات بين المالك والمستأجر، ولكن مش هنعرض حلول بقدر ما هدفنا هو عرض أو رفع الوعي لدى المواطن سواء كان مالك أو مستأجر ليعلم كل ذي حق حقه طبقا للقانون. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف حلقتنا اللي منورنا للمرة الثانية في الاستوديو، أستاذ إيهاب خليفة المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية. أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب، منورنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أستاذ إيهاب، طبعا إحنا بنستفيد من خبرتك جدا في الحلقات وطريقة شرحك المبسطة للقوانين. ومعانا أول سؤال عايزين نعرف ونعرف السادة المشاهدين الفرق بين قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد بشكل مبسط. السياسة العامة للدولة كانت تعتمد في القديم في القانون القديم على النهج والفكر الاشتراكي. طيب. الفكر الاشتراكي ده بيعتمد على حماية الطبقة الكادحة والطبقة العاملة وتوفير كل موارد الدولة لخدمة المواطنين والناس عن طريق الدولة نفسها. تمام. كل موارد الدولة بتقول للدولة وتوزعها بصفة بطريقة عادلة أو بطريقة تتناسب مع كل مواطن أو على حسب الوضع بتاعه. تمام. المشرع المصري تأثر برضو في صياغته للقوانين بهذا الفكر. تمام. المشرع المصري مثلا جه في قانون الإصلاح الزراعي بقى في ميل للمستأجر. تمام. في قوانين الإيجارات والعلاقة ما بين المستأجر والمالك في القانون 66 وقانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81 واضح فيها برضو فكرة أن المنهج الاشتراكي اللي هو حماية المستأجر من جشع وتعنت المال اللي وصلت لمرحلة انتزاع ملكية المالك للمستأجر. يعني أصبح النهاردة اللي بيستأجر وحدة سواء سكنية أو محل لغير الأراضي السكنية أصبح هو المالك طبقا للقانون القديم. الموضوع ده ظهر واضح قوي في بعض الأمور الخاصة بالقانون القديم، زي مثلا مدة العقد. مدة العقد في القانون القديم مشاهرة أو إلى ما لا نهاية، وإذا توفى المستأجر تمتد العلاقة الإيجارية إلى الأبناء والأبناء والأبناء والأحفاد إلى ما لا نهاية. الحاجة الثانية برضو قصة هنا المشاهرة في القانون القديم كانت تعني الامتداد العقد إلى ما لا نهاية. المشاهرة تعني إلى ما لا نهاية، على خلاف الوضع بالنسبة للقانون 4 سنة 96. تمام. الجزئية الثانية اللي هي خاصة بالأجرة في القانون القديم، القيمة الإيجارية كانت بتحدد عن طريق لجان، يعني حتى المالك غلت يده عن تحديد القيمة الإيجارية حتى لو حددها في العقد مع المستأجر. يستطيع المستأجر عن طريق الرجوع للجنة من لجان تحديد القيمة الإيجارية يخفض القيمة الإيجارية المتفق عليها مع المالك ومكتوبة وثابتة بالكتابة في العقد. تمام. دي جزئية كان يحق للمستأجر في ظل القانون القديم التنازل عن عقد الإيجار للغير بدون موافقة المالك. يمكن نقدر نقول إن كان فيها ظلم شوية للمالك. هي كانت ظلم بشكل هو كبير. يعتبر نزع الملكية. تمام. يعتبر نزع الملكية.
الجزئية اللي هي الخاصة بالتأجير من الباطن كان يحق لي تأجير من الباطن دون موافقة تبعية من المالك. تمام. كل ده في ظل القانون القديم. القديم. القانون الجديد لا، عدل الكلام ده كله وخاضع العلاقة ما بين المالك والمستأجر للقانون المدني. تمام. العقد شريعة المتعاقدين. يستطيع اولا يحدد القيمه الايجاريه اللي هو عايزها، يحدد المده اللي هو عايزها قدامه، لابد ان تكون في ظل القانون 4 لسنه 96 ان القيمه ان مده العقد تبدا من يوم من شهر حتى 59 عام. تمام. يبقى اصبح لابد من تحديد مده عقد الايجار. هنا بقى بنتطرق لجزئيه المشاهره في العقد القديم، العقد الجديد في القانون الجديد كلمة مشاهرة هنا ما لا تعني نفس المعنى اللي كانت بتعنيه في القانون القديم. تمام. قبل التعديل دي بقى حصلت أزمة كبيرة جدا ما بعد صدور القانون 4 لسنة 96. تمام. إما القانون 4 لسنة 96 ألزم بتحديد المالك والمستأجر بتحديد مدة في العقد، فأصبحت كلمة مشاهرة في ظل هذا القانون تعني شهرية. يعني ايه؟ يعني انت مأجر خلصت شهر اللي هي مدة دفع الإيجار شهر. انما في القانون القديم كانت تعني على ما لا نهاية، مفتوح. تمام. العقد مفتوح. تمام. وكانت ديت اثارت العديد من المشاكل كمان في المحاكم، لان في عقود حررت ما بعد قانون 4 سنة 96 وكتب فيها في مدة العقد مشاهرة، فكانت النتيجة ايه؟ ان المالك بعد فترة معينة تفطن لكلمة مشاهرة إنها لا تجوز في ظل هذا القانون، فبدأ يرفع دعاوى فسخ ويقول إن أنا كنت مأجر له شهر، ودي عاملة مشاكل في المحاكم. تمام. النهاردة في اتجاه في المحاكم بياخد بانعقاد النية أثناء تحرير العقد إن هي كانت لمدة لأقصى مدة اللي هي 59 سنة، وفي دوائر أخرى بتاخد بنص القانون زي ما هو جاي في القانون، لابد أن يكون محرر بمدة معينة. تمام. يعني الأفضل أن يكون في مدة معينة في عقد القانون الجديد، يكون في مكتوب مدة معينة، مدة زمنية محددة، ده الأفضل. هو أصح قانون، هو الأصح قانون، ما يعتمدش على كلمة المشاهرة لأنها لا تعني الصح قانونا دلوقتي في ظل القانون 4 لسنة 96 أن يكون العقد محدد المدة. تمام. إيه تاني بقى في ظل القانون الجديد؟ القانون الجديد إدى الحق المالك في فسخ العقد في حالة عدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية، شرط فاسخ صريح يبقى في العقد الإيجار، ومن حقه يطرده من لعدم أول شهر التزام. ولا كم شهر؟ هي على حسب الاتفاق. على بيبقى بند على حسب الاتفاق موجود في العقد. تمام. يا إما شهر يا إما اثنين يا إما ثلاثة على حسب ما يتفق. تمام. في حالة عدم التزام المستأجر بما ورد في بنود العقد المحرر يستطيع المالك، الأول ما كانش يستطيع، كان ممكن يسدد القيمة الإيجارية ويتوقع الإخلاء بالسداد، لكن في ظل القانون الجديد الشروط الفاسخة الواردة بالعقود طبقا لهذا القانون من حق المالك يفسخ العقد حتى لو سدد بعد كده. تمام. يعني طالما الشرط الفاسخ الصريح تحقق حتى لو سدد القيمة الإيجارية بيفسخ العقد. تمام. طيب لو اتكلمنا عن جزئية امتداد عقد الإيجار بين المستأجر الأصلي وبين الأبناء في الإيجار القديم والإيجار الجديد، لو هنتكلم في أن حضرتك كنت قلت لي قبل الهوى أن في شرط أساسي هو الإقامة مع المستأجر الأصلي. تمام. هو الامتداد القانوني في ظل القانون القديم قال إيه؟ أن المستأجر الأصلي يحق الامتداد لكل الأب والأم والزوجة والأولاد شرط الإقامة. تمام. إنما في ظل أحكام المحكمة، حكم المحكمة الدستورية اللي صادر في 4/11 واللائحة التنفيذية 4/11/2002 واللائحة التنفيذية 14/11/2002 ويطبق من اليوم التالي 15/11/2002. تمام. تحديدا تاريخ 15/11/2002 ده هيبقى مربط الفرس. تمام. في كل المنازعات الخاصة بالامتداد. تمام. لو قبل القانون بيمتد حتى المستأجر الأصلي توفى
وبيمتد للزوجة للأب والأم للزوجة للأولاد للأحفاد لو ثبت فيما بعد الإقامة. شرط الإقامة. طيب احنا هنتوقف عند هذه النقطة عند يعني ازاي بيتم تحديد الإقامة او اثبات الإقامة، بس هنطلع لفاصل سريع ونرجع على طول نستكمل حوارنا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل، وما زلنا بنستكمل حوارنا مع أستاذ إيهاب خليفة المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية عن قانون الإيجار القديم. أستاذ إيهاب، توقفنا قبل الفاصل عند جزئية تحديد وإثبات إقامة الابن مع المستأجر الأصلي، كيف يتم تحديد إثبات إقامته؟ بكافة طرق الإثبات. هو النهاردة المالك بيبدأ يلجأ للمحكمة عشان يخلي الابن اللي هو مش مقيم مع والده وقت الوفاة، فبيبدأ المحكمة بتحلها الخبير، الخبير بينزل يعمل معاينة وبيسأل الجيران الملاصقين للعقار. تمام. وعلى ضوء السؤال الجيران الملاصقين وشواهد أخرى، هل موجود في متعلقات مظاهر إعاشة، كل ويكتب تقرير للمحكمة بيوضح فيه هل فعلا في إقامة للابن مع المستأجر الأصلي اللي هو الأب أثناء الوفاة أو قبل الوفاة أو لا. تمام. طيب احنا هناخد مجموعة من الأسئلة جات لنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وحضرتك تحاول تجاوبنا عليها بشكل سريع. أستاذ إيهاب، هل يمتد عقد الإيجار للأحفاد؟ في ظل القانون القديم يمتد. في بعد حكم المحكمة الدستورية اللي هو صدر في 15/11/2002 لا يمتد. لا يمتد الأحفاد. طيب ليه؟ في حالة لأن احنا في بعد حكم المحكمة الدستورية اللي هو في 2002 بيمتد الجيل واحد. يعني ايه جيل واحد؟ اللي هو الزوجة والأبناء. طيب في حالة ان الأب اللي هو المستأجر الأصلي موجود على قيد الحياة والحفيد موجود على قيد الحياة لكن الابن هو المتوفي، هل بيمتد للحفيد برضو؟ لا يمتد للحفيد. لا يمتد للحفيد. ليه بقى لا يمتد للحفيد؟ لأن الامتداد ده سلسلة مترابطة مع بعضها. يعني الجد فالابن فابن الابن. لو انقطعت حلقة في النص هو الأب أصلا ما اكتسبش حق الامتداد عشان يديه لابنه. صح. تمام. طيب في حالة ان الابن، ودي حاجة بتحصل كتير، ان الابن متزوج ومقيم مع الأب والأب ترك هنا العين أو الشقة لابنه وزوجته، في حالة وفاة طبعا الأب ما زال على قيد الحياة هو ترك، هل هنا المالك من حقه أنه هو يطرد الابن وزوجته؟ في حالة الترك. في حالة الترك. حالة الترك هي حالة الوفاة، نفس المضمون اللي نص عليه القانون. هنا القانون قال ايه؟ في حاله الوفاه او الترك. قبل في القانون اللي هو قبل 15/11 لو حصل ترك او وفاه من المستاجر الاصلي بيمتد للاولاد والزوجه. الاولاد والزوجه. فلو امتد للاولاد والزوجه، لو الاب ده ترك قبل صدور احكام المحكمه حكم المحكمه الدستوريه ده اللي هو في 15/11/2002 هيصبح الابن في هذه الحاله مستاجر اصلي. وبالتالي يمتد لزوجته وأولاده للابن. تمام. طب لو الترك كان بعد حكم المحكمة الدستورية بيمتد للابن بس. لكن لزوجته لا. طيب هو الابن ما زال على قيد الحياة، هو من حق الابن ان هو يعيش هو وزوجته في نفس المسكن، من حقهم يعيش، بس والده مش موجود، والده تارك. ما هو حالة الترك وحالة الوفاة هنا الاثنين بيتساووا في الأثر القانوني. هنا من حق الابن يقعد ويقيم ويمتد له عقد الإيجار. طب هنا في سؤال برضو بيطرح نفسه، في حالة إن الأب والابن توفوا والزوجة هي الوحيدة اللي عايشة في المنزل، هل من حقها هنا إنها إن يمتد ليها العقد؟ هيمتد إمتى العقد؟ من زوجها أو هي خلاص ملهاش حق؟ تمام. هيمتد إمتى العقد؟ دلوقتي الأب موجود أو توفى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.
هل الوفاة هنا بالنسبة للمستأجر الأصلي قبل حكم المحكمة ولا بعد حكم المحكمة؟ تمام. هتفرق، لو قبل حكم المحكمة الابن بيصبح مستأجر أصلي وبذلك هيمتد لزوجته وأولاده. طب الوفاة حصلت بعد حكم المحكمة بعد يبقى أصبح الامتداد للابن والزوجة فقط، ويبقى زوجة الابن لا إقامة لها ولا امتداد. يعني بعد وفاة الزوج خلاص كده زوجته ملهاش حق امتداد. طيب في نقطة مهمة جدا، لو المستأجر يمتلك قطعة أرض أو عقار باسمه أو شقة سكنية، هل يحق للمالك في هذه الحالة طرده من الشقة؟ القانون نظم الجزئية دي تحديدا في المادة 22 من القانون 136 لسنة 81. قال إيه؟ قررت المادة إن إذا أقام المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات، أكثر من ثلاث وحدات، وفي تاريخ لاحق على استئجاره للعين، يعني أنشأ ثلاث وحدات أكثر من ثلاث وحدات وفي نفس الوقت تاريخ لاحق على استئجاره للعين المستأجرة، يحق هنا ليه خيارين، يا إما تسليم الشقة للمالك، يا إما المالك ينذره بتسليم باختاره بأن هو يأجر له شقة في المبنى اللي أقامه اللي فيه أكتر من ثلاث وحدات لي أو لأحد أبنائه أو حتى أقربه حتى الدرجة التانية. وهنا بقى القيمة الإيجارية هتبقى كام؟ نفترض جدلا أنا مستأجر شقة بمية جنيه وجيت أقامت مبنى فيه أكتر من ثلاث وحدات وجاهزة ومعدة للانتفاع به، المالك دلوقتي عايز يجي يأجر مني أنا وأنا مستأجر منه بمية، لا يجوز ان القيمه الايجاريه تزيد عن مثلي قيمه الايجار اللي انا ماجر انا بيه كمستاجر. وبالتالي هنا طب المستاجر ما التزمش بالكلام ده، رفض، يبقى يحق للمالك رفع دعوى اخلى للعين المؤجره لهذا السبب. طب لو هو يمتلك عدد من الوحدات بس الارض مش ملكه؟ لا، هنا القانون كان محدد جدا، الماده دي الماده 22 دي كانت محدده جدا في في في, في المنطوق بتاعها. قالت ايه؟ من اقام، طب نفترض جدل واحد اشترى 10 شقق، هو ما قالش من اشترى، قال من اقام مبنى. تمام. طب في جزئيه ثانيه، هل لو انا ورثت منزل فيه اكتر من ثلاث وحدات هل يجوز ليا ان انا النهارده اسلم الشقه اللي انا ماجرها؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لان انا ما اقامتش هذا المبنى. طب امتى بقى لو انا بنيت اكتر من ثلاث وحدات؟ طب في هنا حكم محكمه النقض قالت مش مشكله انك تكون مالك ملكيه مفرزه، لا ده انت ممكن تكون مالك على الشيوع، يعني اتنين مع بعض عملوا عماره او اقاموا مبنى، المبنى ده فيه 10 وحدات، انا ليا خمسه كمستاجر والطرف الثاني ليه خمسه فانا اقام، والاقامه هنا مش معناه ان انا يعني اجيب حد يقيم المبنى، يعني مقاول يقيم المبنى انا ماليش دعوه، لا اقامه المبنى يعني انا صاحب هذا المكان، الارض والمباني. طيب احنا عاوزين نتوقف عند نقطه مهمه جدا بالنسبه للابن او الاب، لو مسافر للعمل او التعليم وهو يعني اغلق المسكن بتاعه او العين بتاعته وسافر للتعليم او للدراسه، سواء الاب او الابن، هل من حق المالك ان هو يسترد هذا العين؟ لا يحق له. ليه؟ لان النهارده برضو فيها جزئيات محدده حددها القانون، وهي ان النهارده انا لما جيت تركت العين عشان اسافر للعمل، هل هنا الترك ترك حكمي؟ يعني انا دلوقتي لازم اطلع عشان اشتغل عشان اجيب فلوس عشان اصرف على الاسره. فالقانون هنا كان رحيم بالمستاجر وقال ايه؟ قال كون ان هو يدفع القيمه الايجاريه ده معناه ان هو متمسك بهذا المكان وما عندوش نيه لترك المكان. طب الابن، الابن لو سافر هنا بقى نرجع للاقامه، هل كان في اقامه قبل السفر ولا ما كانش في اقامه؟ لو كان في اقامه بيمتد له، ما كانش في اقامه يعني لو ابن تزوج مع والده وبعد كده سافر وبعد كده الوالد ده توفى، هل بيمتد للابن؟ اه بيمتد للابن حتى هو كان مسافر، لان هو كان السفر كان في قبل وفاته، قبل وفاه الاب. كان في اقامه للابن. طيب استاذ ايهاب، عايزه حضرتك تطمن الساده المشاهدين، هو ظاهر ان وقت الحلقه قليل جدا على هذا الموضوع الشائك وهذا الملف الكبير، بس عايزه حضرتك تطمن الساده المشاهدين في ثلاث ثواني، هل تم تطبيق القانون المقترح بالفعل يعني نعم او لا؟
هل تم لا ما فيش قانون المقترح بس يتم. عشان الناس تبقى فاهمه القانون المقترح ده قانون كان خاص بالاشخاص الاعتباريه لما طرح ونخش في اللجنه دخلوا الاشخاص وكله لغير اغراض السكنه لغير اغراض السكنه احنا بنطمن يعني السكان والشقق مالهمش علاقه بهذا القانون حتى الان لم يتم مناقشته بنطمن من خلال حضرتك الساده المشاهدين وبنقول ان هذا القانون لم يتم تطبيقه وان تم مناقشته في مجلس الشعب فهو لغرض غير السكني والاشخاص وللشخصيات الاعتباريه وكمان عايزين ناكد على ان الدوله بقيادتها السياسيه وحكومتها لا يمكن أن تساهم في الإضرار بمصلحة المواطن سواء كان مالك أو مستأجر. بشكر حضرتك أستاذ إيهاب خليفة المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية، شكرا جزيلا حضرتك نورتنا النهاردة وإن شاء الله نلتقي في حلقات جاية بإذن الله. شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة الأسبوع القادم نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج أحلى الكلام. دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.